لا إله إلا الله. يا الله. ولك جيبوا لي دكتور. لك أحسن معك. ولك يا. ولك جيب. ولك بعثت عبو. ولك صحي على عبو. أنا صارت ألوان معي على ما جاي خلي طالعوا ياكي. لك طلعنا بكير وقت انضربت الضربه طلعنا بدنا نسعف حالي على ما عرفنا انه بجوز ضربه عاديه يا ضربه تعرف طلعت وصلنا لهنيك طلعت ريحه سدينا اثنين وقعوا اثنين بين ايدينا زتيناهم بالارض كمان نحن وقعنا اولادي لحقوني اولادي لحقوني اللي برا عندي اولاد صغار لحقوني بدي اشوف بابا وقعت انا بالارض اجى قبلي الثاني وقع في اولادي وراي صغار كمان وقعوا بالارض ما بقى نصحى اجى فريق طبي اسعفنا لون ما بنعرف انا ما حسيت حالي الا بهالمشفى من غير الوان كنت غايب ايه عيلتك كلها تصابت؟ عيلتي كلها تصابت وما بس عيلتي كل الحاره الحاره بده يقول لك يمكن شيء 200 300 نفس المشهد وقت اللي انت استنشقت الغاز السارين وناس بلشت تقع قدامك كيف ايه؟ المشهد؟ مشهد غريب يعني تلاقي العالم بالارض مجدعه ما هي ماشيه عم تقع؟ ايه هي ماشيه عم تتلقح بالارض يعني انت اول مره بشوف هيك مشهد؟ ايه اول مره بشوف هيك مشهد ما شفت مشهد هيك من هالمشهد ولا بحياتي ولا بعمر شفت هالمشهد هيك انه عالم كانت ماشي ولا توقع بالارض هلا كيف لك وضعك؟ هلا الحمد لله اشوا مقبول بس عم تجيني هيك رعشه كل 10 دقائق تجيني رعشه يعطوني ابره مرتاح شوي بس شغله غريبه يعني هي اول مره بتمر علي هيك حاله عرفت شو صار بولادك طمنت عليهم كذا؟ بجوز عندي طفل يمكن ما هذا عمره 16 سنه اكبر واحد هيك عم يقولوا هلا اجاني واحد صوره على هذا ابنك ما تاكدت 100% بس عندي 90% هو بسم الله ونعم الوكيل الله يتقبل الله يسلمك هيك الله رايق وبكى اطفالك ان شاء الله باخ اطفالي عم يقولوا ما بعرف شو يعني هن حمموه الميتين هن حمموه طيبين ما بعرف هل حممناها شو ما بعرف تقريبا شي الساعة 6:30 7 ضربت أول غارة صاروخ انفجر وصاروخ ما انفجر عم يجيب العالم يعني رجعت العالم على بيوتها ما في دقيقتين رجعت ضربت تقريبا 4 صواريخ ايه طلعنا لبرا على باب الدار بعيد عنا تقريبا مشي 200 متر 300 متر شفنا العالم عم تمشي بالشوارع توقع يعني احنا قربنا لعندهم مشان نحطهم بالسيارة فكرنا مجرد شظاي يعني ما خطر على بالنا انه كلور انه كيماوي نهائيا حطيناهم بالسياره اثنين شابين ما قطعنا ركبناهم بالسياره شغلنا السياره ومشينا ما قطعنا اول 200 متر 300 متر قمنا انا واخوي وقعنا كمان اجوا على مسعفونا على النقطه الطبيه وخان شيخون هناك كان في اصابات كثير من خان شيخون تفرغت الاصابات يعني على بعض مناطق على المشافة والنقاط الطبية لكي يتم علاج الجهاز الكيماوي أنا ما رغبت بعيني نهائيا أسعفنا العالم ومشينا قبل ما نوصل النقطة الطبية قلنا فقدنا الوعي ما فقدنا الوعي إنه ما يعني فقدنا السيطرة عن نفسنا إجا شاب يعني بعنا في سيارتنا ساق بدالي وأخذنا النقطة الطبية رحنا على النقطة الطبية كان في عالم كثير يعني ما ملحقوا من الإصابات فيها السيارات تشيل من العالم وتحط تاخذهم على بعض النقاط الطبية ويتم علاجها يعني نحن جينا على النقاط الطبية وأعطونا دواء الحمد لله هذا الصبح على صوت طائرة حربية ضربت صاروخ جنب الفرن الآلي طلعت من البيت أنا وأولادي طلعنا هيك
لقينا الناس في الشارع قاعد توقع. صحيت أولادي طلعوا السيارة وصرفوا الناس. راحوا أولادي شالوا أول شاب الأرض وشالوا الثاني ومشت السيارة أسعفوها. أنا مفكر إنه العملية ضرب صاروخ شظايا مو كيماوي، فما شمينا ريح ما شمينا شيء. راحوا الأولاد أسعفوهم قبل ما يوصلوا على النقطة الطبية كمان وقعوا بسيارتنا. نعم. أنت كنت صاحي غايب عن وعي؟ أنا كنت صاحي 100%. لما شفت الناس عم توقع عرفت إنه كيماوي. بليت قطع بالقماش بالخل والماء وحطيت على أنفي مشان ما انصاب بالكيماوي. رجعت على البيت مباشرة شعرت بتعب. بعد لحظات اجوا اولادي بالسيارة اللي راحوا يسعفوا جايين، وفي شاب عم يسوق السيارة بالسعفون. كانت الناس تركض بالشارع فورا تسقط بالأرض. عم تصورنا المشهد، كيف انت صورت المشهد امامك وناس عم تقاع، مثل يعني اذا روح عم تطلع وناس عم تقاع قدامك وما بتعرف شو اللي صار؟ والله مشهد مرعب ومخيف جدا. شوف الناس مثل العصافير او الطيور فورا عم تسقط على الارض. فمنظر ما تحملته طلبت من اولادي يطلعوا السياره ويسعفوا للناس، واسعفوا وانصاب اولادي وقعوا. وجيت انا هلا كمان صار لي يومين انا اولادي عم نزور النقاط الطبية للعلاج. زرنا عدة نقاط وهي جينا اليوم لعندكم لهون. كيف هناك الحالات والعقل؟ الحمد لله يشكر الشباب جميعا، قدموا لنا العناية الكافية وداربوا علينا كثير. جزاهم الله كل خير، الله يطول في عمره. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا كان في جارتنا عم تعمل هيك بيديها، عرفت أنا أولادي جوا، أمي نامي بعيدي عنا شغلت 200-300 متر. رحت لعندها مشو، بس أنا ما عادت لي، أنت جيت عم تدو دخل عندي. قلت لها يام والأولاد بالدار دبري لي ياهن، وغبت عن الواي. حسيت بكن صفرة، صرت اسال اولادي او اولادك منيحين ناس، ما صدقتهم. قلت له خيوك انا خرج بدي ادور اولادي. والله مالك بالطويل، قلت له خرجت وعلى الدكتور عم شوي. قلت له والله جيت لهون لقيت اثنين بدلي، واحد عند عمته بسراعي، اثنين بضيعه ميسروني، واحد بتركيا. الله لا يوفق، ان شاء الله بدوع الكاس اللي دوحنا اياه. نحن ما نطلب الرجاء لا من عرب ولا من امريكان، بس من الله سبحانه وتعالى يشوفوا لها الخنزير الكاس اللي شربنا منه يدوحوا اياه. ان شاء الله بلاقيه في اولاده. وصف لنا المشهد اللي شفته امامك. يا اخي انا شفت 7-8 عبين ما وصلت لعند امي. يا اخي انا بالشارع اللي شفته، عشان بدي العالم تعرف تحكي اللي عندك. قبل ما غبت على الوعي شفت 7-8 عم شفتها امام عيونك. ايه هدول مفتوحين عاملين هيك عم بيرجفوا رجل. اذا كانوا خير مضبوط؟ ايه عم بيرففوا هيك عم بيرففوا. في وحده والله شفت عامل هيك والتم مفتوح وايديها مش انجاد، يشهد الله والله العظيم. كان الدفاع المدني عم بشيلها. حتى الدفاع المدني يعني انا ما بتذكر هسه، ما كنت انا فاقد الوعي، هو بدي دوخ كمان ابو الدفاع المدني. يا الله، وهذا اللي صار. حسبنا الله ونعم الوكيل.